اللغة الأكثر تحدثاً على المستوى الدولي وتعتمدها كثير من الجامعات والكليات كلغة تدريس. اللغة الإنجليزية تحديات وفرص تناقشه النسخة 22 من مؤتمر عمان الدولي لتدريس اللغة الإنجليزية بجامعة السلطان قابوس. الآن التوجه ليس للتدريس عن طريق مثلاً بما يتعلق باللغة الإنجليزية اللي هو التركيز على القواعد، وإنما كيفية استخدام المعلومات لعرضها بطريقة صحيحة. الآن المعلومات متوفرة للطلاب من كثير من المصادر، ولكن التركيز يجب أن يكون الآن في المرحلة القادمة على كيفية تحليل هذه البيانات، كيفية التعامل مع هذه المعلومات، كيفية عرضها بطرق ووسائل ذكية تتماشى مع المتوفر معنا حاليا. مؤتمرنا السنوي يطرح كل سنة من قبل مركز دراسات تحضيرية، ودائما يغطي جوانب لها علاقة بتدريس اللغة الإنجليزية من وجهات النظر العالمية. ورقة العمل اللي راح أقدمها إن شاء الله راح تكون بكرة الخميس، وراح تكون تتطرق إلى المسؤولية المجتمعية وكيف نطبقها في مناهجنا لتعليم اللغة الإنجليزية في مؤسسات التعليم العالي. المؤتمر يصاحبه معرض للكتاب تشارك فيه دور نشر عالمية ومحلية لعرض إصدارات مختلفة من الكتب تعنى بتعلم اللغة الإنجليزية. أول شيء عم نتعرف على الأساتذة والمعلمين، نقدر نحن نوصل لهم هن شو بحاجة. يعني نحن هيدا المؤتمر بيفيدنا بأنه نحن نعرف الجامعات المشاركين كمان بهيدا المؤتمر هن شو بحاجة، ونحن كدور نشر نحن شو بنقدر نساعدهم، وين نحن فينا نكون عم نعطي مساعدة أكتر، تدريب أكتر، كتب، هيدول الأشياء. المؤتمر في نسخته الحالية وافق على 80 مقترحا بحثيا وأخرى تعنى بمجالات تطوير المناهج وعلم النفس ودور الأسرة في التعليم، إلى جانب تدريس ذوي الاحتياجات الخاصة. مواضيع جميعها تنصب في مصلحة الطالب الجامعي. نخبة من مدرسي اللغة الإنجليزية من داخل وخارج سلطنة عمان يجتمعون تحت سقف واحد لمناقشة وبحث طرق التدريس الحديثة لأهميتها في حياة الطالب الجامعي. من جامعة السلطان قابوس، محمد بن ناصر الخليلي.